يمكن بفوت على دماغ كم شخص بشوف كيف عم بفكروا. صباحو، كيفنا اليوم؟ أنا كتير مبسوطة أني معك اليوم. Thank you, Joyce. وأنا مبسوطة أكتر. خلينا هيك نعرف العالم أكتر عن جويس اللي بيشوفوه على التلفزيون بس ما بيعرفوا كتير شخصيتها. يمكن جويس خبرينا شو أحلى ذكرى حملتيها من طفولتك؟ أنا الحمد لله كان عندي طفولة حلوة، وبتذكر أنه كنت كتير غنوجة، يعني كلمتي وتصير اثنين وبعدني لهلأ غنوجة، يعني مع أنه صرت أم وبناتي صبايا بس بعدني غنوجة. فبتصور أحلى شيء أنه كنت غنوجة البيت. بس أكيد كلنا عنا صفات بنحبها بحالنا وصفات ما بنحبها، خبريني عن الاثنين. لكن ما بعرف إذا قلب الطيب صار واحد صفة بشعة، ما بعرف. ما بعاتب، في ناس يمكن بيقولوا إنه لا لازم تعاتب لازم تزعلي، أنا بقول it's karma، يعني اللي بحبك رح يضل يحبك وما بحبك هو يصطفل. وصفات الحلوة، وكتير بحب حالي إني animal lover، كتير بحب خبر بكل انترفيو إنه أنا animal lover. وبليز إذا ما بتحبوا الحيوان ما تأذوا، أنا بحبه لدرجة ما بأكل حيوان. جويس أنت بمسيرتك هلأ المهنية أكيد بتحصلي على نصايح كتيرة، شو النصيحة هيك اللي بترافقك دايما؟ بنتبه مع مين عم بشتغل، بنتبه شو بحكي، لأنه ما بتعرفي يعني اللي معك اليوم في يكون ضدك. إذا كنت غير مرئية ليوم واحد شو معقولة تعاملي؟ شو بعمل؟ يمكن بفوت على دماغ كم شخص بشوف كيف عم بفكروا، بشوف طريقة تفكيره، يمكن هيك بعمل. بس أنت حدا بغار؟ أي أنا كتير بغار، بغار على مصلحتي وبغار بوزيتيفلي، يعني بشوف إنه غيري شو عامل بتعلم منه، يعني مش بغار إنه أحكي عن الناس أو بغار إنه أنا أأذي حدا، لا بغار تأتعلم. بحب أقول لكل امرأة إنه أنت حلوة وأنت أكيد عندك حلم والحق حلمك للآخر. أنا بدي أشكرك على هالإنترفيو، إن شاء الله تكوني حبيتيها ورحنا رح دايما نتابعك بكل أعمالك. أكيد حبيتها كتير. شكرا لك.